فكرة مقطعنا اليوم، هل العراقيين حرامية؟ ثواني خليني أشرح الفكرة. الفكرة مسروقة من شخص مصري اسمه محمود إسماعيل، هو اللي سوى الفكرة على الشعب المصري. اشترى 20 محفظة وحط بها عملة أرجنتينية ورماها بشوارع مصر، وحط ورقة مكتوب بها اللي يلاقي هذه المحفظة يتصل على رقم معين، ومن 20 محفظة اللي رماهم فقط 8 أشخاص اتصلوا عليه. فاليوم راح نجرب نفس التجربة ولكن على الشعب العراقي. يا ترى كم واحد راح يتصل؟ بالبداية رحت واشتريت 20 محفظة، وبكل محفظة راح نحط بيها $1,000. اضحك محمد، اضحك عبد الله، اضحك يلعن، اضحك. والله لو اني مو فلوكس ما راح يسويها. امزح، راح نحط بيها يا حبايبي شوية فلوس عراقية وفلوس لبنانية جبتها من لبنان، قيمتهم بسيطة يعني، ولكن بالإضافة كروت بنك على مود يشوف الشخص انه هذه المحفظة إلها قيمة ولازم يتصل على صاحبها. وقيت حطيت ورقة وكتبت بيها اي شخص يلاقي هذه المحفظة يتصل على رقمي. حطيت المحافظ بالجنطة ويلا نبدأ رحلتنا. نايس. وبعدها بلشت الخطة مالتي يا حبايب، وانتقلت لعشرين منطقة بالعراق، وبكل منطقة يا حبايب جيت اطلع المحفظة وذبها بهذه المنطقة. تقريبا الموضوع يا حبايب اخذ وياي 3 ساعات كاملة لحد ما خلصت كل محافظ. شي جيت اذبه يا حبايب مكان معين، وشي جيت اذبه بالشارع، وشي جيت اذبه يا حبايب سوبر ماركتات وبالشوارع. موطني الجلال والجمال والسلام والبهاء في لبا في لبا، والحياة والنجاة والهناء فيها. بعد ما رجعت للبيت يا حبايب انتظرت تقريبا كم ساعة اجاني اول اتصال. الو 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 منو؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. الو ضيع محفظة. بهذه الصورة يا حبايب راح اقول لكم شنو هي المناطق اللي اتصلوا عليها وشنو المناطق اللي ما اتصلوا. طبعا يا حبايب الهدف من هذه الفكرة ابدا مو العنصرية، ولكن هذا الشخص المصري سوى هذه الفكرة فحبيت اني اسويها مو اكثر. المنطقة الاولى يا حبايب كانت الحارثية. بالنسبة للحارثية مثل ما شفتوا باول اتصال، فيب يا حبايب اتصلوا علي وتقريبا كان بعد حوالي ساعة ونص. بالنسبة لمنطقة حيدرخ يا حبايب للأسف ما حد اتصل علي. بالنسبة المنصور يب اتصل علي، ولكن اكو شيء صار كلش غريب راح اقول لكم اياه بعد شوية. فيب يا حبايب راح نحط صح المنصور، رغم اني انتظرت يا حبايب يوم كامل، فهذه التجربة بعد يوم كامل. اوكي خليني اختصر عليكم. بالمختصر يا حبايب كل هذه المناطق اللي حاط عليها اكس ما اتصلوا، فتقريبا كل المناطق ما اتصلوا الا اخر منطقتين يا حبايب اللي هي معهد الفنون ونادي الحديد اللي راح تشوفون بالمقطع ده احكي عليهم. فيب حرقتها عليكم، ولكن هذا الشيء السيء اللي صار وياي. ولكن يا معهد الفنون يا حبايب واحد اتصل، وبنادي الحديد الرميته كان ما اقدر اصور، ولكن همين اتصلوا علي. فهذه المناطق الاربعه يا حبايب اللي اتصلوا علي لتقريبا تطلع النسبه 30% من الاشخاص، او عفوا 10% يمكن بس هم اللي اتصلوا، و90% ما اتصلوا. بما انهم اولاد بلدي فخلوني انطيهم عذر. يمكن العذر يا حبايب لان اكو موقف صار ويانا. الموقف الاول اللي صار ويانا هو اني رميت احد المحافظ باحد المناطق، كان اكو ازدحام، فالسيارات يا حبايب ما كانت تتحرك. فواحد من الاشخاص اللي كان دا يمشي وصل يم المحفظه ولزمها وفتحها، شاف ما بها اي شيء، او شاف انه الشخص اللي هو اني نوعا ما واضح انه قاعد يضحك عليه، فرمى المحفظه. مثل ما شايفين بالفيديو يا حبايب انه هو رامي المحفظه هناك، رجع طبعا اخذته ودبيته بغير مكان. فممكن بعض الاشخاص شافوا انه هي مجرد الموضوع ضحك او قشفره مو اكثر. بالنسبه للاشخاص اللي حيقولون يمكن ما لقوها، فلا يا حبايب انا اذا ارجع على الطريق تقريبا اغلب المناطق مريت من يمها وما شفت انه هو موجودين المحافظ يعني ماخوذه. ممكن هذا يكون واحد من الاسباب، وممكن يكون سبب ثاني انه هو خاف انه يتصل انه يكون بها مثلا مبلغ معين. هذا واحد من الاشخاص قال لي اياها، ممكن خايف انه يكون بها مبلغ معين وهو انسرق، وانا اتهم انه هو انسرق، لانه خاصه انه هي تقريبا المحفظ ما بها غير مبلغ قليل يا اما مبلغ بالعمله اللبنانيه. فهذه النسبه اللي صارت وياي يا حبايب. ولكن الموقف الغريب والصراحه كلش مو حلو صار وياي انه واحد من المناطق اتصل علي ضابط وصار يهدد وصار يقول ارد اجيبك وحطك وسجنك وقتلك وذبحك. ما ادري شنو القصه صراحه. انت كنت الضابط تشوف المقطع، او انت ضابط احنا نقدر شغلكم، الله يوفقكم يا رب، والله ينصركم على ان تحمون البلد، ولكن الحركات هاي مو حلوه انتم تهددون بالسلطه مالتكم. وطبعا اكيد راح اروح للبنان واسوي نفس الفكره، فخليكم جاهزين واشتركوا بالقناه. واحكونا مواقف يا حبايب صارت وياكم انه تذبيتوا شيء معين وواحد اتصل لكم. بختامية المقطع، ممكن تكون هذه التجربة مو شيء دقيق على مود نعرف أمانة الشعب. بالنهاية أكيد الشعب العراقي شعب عزة وكرامة، وأكيد مهميت أشياء، ولكن هي مجرد تجربة يا حبايب للاستمتاع والترفيه مو أكثر. وبالنهاية اكتبوا لنا بالكومنتات شو رأيكم بالتجربة، وبس مع السلامة.